عليها في نشرتنا اللاحقة. يواصل منتدى حوار الحضارات العالمي أعماله في العاصمة البحرينية المنامة، ويشارك في اللقاء وفد روسي من 150 عالما وخبيرا برئاسة فلاديمير ياكونين الذي يتولى رئاسة المنتدى. التفاصيل في التقرير التالي مع مراسلنا أشرف الصباخ. بين تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والرغبة في بناء عالم أكثر تسامحا وقدرة على فهم بعضه البعض الآخر، انطلقت فعاليات منتدى حوار الحضارات في العاصمة البحرينية المنامة. ما يقرب من 150 خبيرا ومستعربا روسيا يشاركون في أعمال المنتدى، إضافة إلى وفود من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا. 500 شخص جاءوا إلى المنامة من أجل التأكيد على فكرة بناء فضاء حضاري مشترك وتدشين نظام للحوار الإقليمي والدولي مع مراعاة الخصائص الثقافية والقومية. أعتقد أن الأيام المقبلة من العمل ستكون خطوة جديدة نحو تشكيل مجتمع جديد يتكون من ممثلين لمختلف الحضارات. فعاليات دورة المنتدى في المنامة تجري تحت رعاية رئيس مجلس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة، الأمر الذي أعطى اللقاء زخما نادرا وأبرز الأهداف الحقيقية للتواصل ومن أجل التواصل. لقد أثبت التاريخ عدم قدرة أي حضارة على التطور بموازن عن محيطها، وإنما عبر الحوار المستمر والإيجابي مع الحضارات الأخرى. النائب الأول لوزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ألكسندر سلطانوف تواجد بين العلماء والخبراء والمستعربين، وذلك تأكيدا على دور الدبلوماسية الروسية والدولية في إرساء قواعد التواصل بين الحضارات. التعدد الثقافي الحضاري يعتبر من صفات المجتمع المعاصر، لذلك ليس من المستغرب أن الحوار بين الحضارات يتطور بسرعة وتزداد مواضيع هذا الحوار. يومان كاملان يطرح المشاركون خلالهما جملة من القضايا، من بينها الخليج العربي في نظام العلاقات الدولية ودور الحضارات في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الثقافي ومراعاة الخصائص القومية والقانونية لاقتصادات الدول النامية، إضافة إلى العلاقة بين الوعي الديني والعام. قضايا كثيرة تطرح على طاولة البحث والمناقشة في محاولة لإيجاد مخارج أكثر إنسانية بعيدا عن التطرف والصدام. ومنتدى حوار الحضارات الذي يضم النخب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية لأكثر من 60 دولة يطرح نفسه في عامه السادس كمعبر إلى تلك الحلول والمخارج. أشرف الصباغ، روسيا اليوم، من المنامة. مع أشرف الصباغ من المنامة نختم جولتنا الإخبارية أخبار الرياضة مع سمير بعد الفاصل.